بالنسبه للمكسرات، احنا قلنا المكسرات من الحاجات العاليه اللي معرضه ان يبقى فيها سموم الافلاتوكسين. المكسرات ايه اللي المفروض اخد بالي من المكسرات؟ ايه عرفني المكسرات دي فيها سموم افلاتوكسين ولا لا؟ مبدئيا المكسرات ليها مواسم بتتباع فيها بشكل كبير جدا زي رمضان مثلا. طب هو اللي ما بيتباعش ده بيودوه فين؟ بيخزنوه. فده بيبقى معرض مع سوء تخزينه في ارتفاع درجه حراره او رطوبه عاليه ان يجيله سموم الافلاتوكسين. فلما اخد القرار واقول انا هشتري مكسرات لازم اشتري احسن مكسرات. يعني ايه احسن مكسرات؟ جودتها عاليه، ما الاقيش المكسرات حتت متاكله فيها او مخرمه، ما الاقيش في اختلاف في اللون ايا كان نوع المكسرات، ما الاقيش في اختلاف في اللون بينهم وبين بعض، احس انها طازه شكلها يفتح النفس وطعمها ان هي طازه، ولو مغلفه يبقى اخد اللي انتاجها حديث بقدر الامكان. ده فيما يخص المكسرات. ولو عندي في مكسرات في البيت في الوقت الحالي ابص عليها واشوف هي فيها الحاجات دي ولا لا. شكيت ولو واحد في المليون اترمي فورا.